اذا كنت بحيي مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب، فانا بحيي ايضا الشركه المتحده وشركه بريزنتيشن سبورت والاستاذ سيف الوزيري، مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه بريزنتيشن سبورت، والاستاذ محمد يحيى اللي كان لهم دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل واللي حضراتكم شايفينه. احترام متبادل ما بين الجميع، والجميع بيعمل في خندق واحد وهو خندق مصر البلد، واللي بيحصل في البلد أن يكون هناك شراكة كبيرة جدا ما بين مؤسسة النادي الأهلي ومؤسسة اتصالات مصر، أعتقد حاجة تشرف الجميع وتدعو إلى الفخر. خلينا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي كان منقول على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة، والحقيقة يعني اللي ما شافش المؤتمر الصحفي أنا عايز حضراتكم تتفرجوا وتعرفوا قد إيه إن هذا النادي كبير وعظيم، كبير وعظيم أولا بجمهوره الكبير والعظيم في كل مكان، أيضا بمجلس إدارة محترم بيحترم جمهوره، وقبل أي شيء بيحترم شعار النادي الأهلي، وأيضا قبل أي حاجة بيحترم بلده. خلينا نطلع نشوف هذا المؤتمر أو جزء من المؤتمر الصحفي النهاردة للإعلان عن شراكة ما بين النادي الأهلي واتصالات مصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر ومؤسستها وأهلها بخير ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لينا كلنا كأهلاوية. الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة. يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ، على مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايما رائد في كل شيء. الحمد لله رب العالمين، زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده وكل بدأت مجالس إدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية، وإزاي نضاعف القيمة، قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم، إحنا لينا كمان دور مع الرعاة، إزاي نحافظ لهم على أفضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق أهدافنا وأهدافهم. النادي الأهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده، أعتقد يعني ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الأهلي. النادي الأهلي كمان أحد الأندية وهو من الخمسة الأوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي. علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة
لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان، وانت تتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكثر من 115 سنة، وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهاردة احنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر، اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن العلاقة المميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة، زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا للنجاحات إن شاء الله، نجاحات أخرى، وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون، إن شاء الله يكون تعاون مثمر للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، وعايز أشكر مهندس سيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي، الشكر لجمهور الأهلي، الجمهور الوفي، السند والداعم دايما لنادي وفي كل المواقف. واتمنى من جمهورنا يكون داعم ايضا، يكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد، وهو ومصلحة الأهلي، ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا، الشراكة اللي بنعلن عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة، وقادرة كمان على النجاح. وهنا مش عايز، يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لأن اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، وأعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده أكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل أكتر وأكتر في اللي جاي. المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العريق كابتن محمود الخطيب، السيد رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن هو الزميل السابق السيد سيف الوزيري، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسيد رئيس الشركة المتحدة للتسويق الأستاذ محمد يحيى، السادة الإعلاميين الأعزاء، والسادة الزملاء الأحباء في شركة اتصالات مصر. أنا النهاردة سعيد جدا، سعيد لأن الشراكة
اللي بين الكيانين العملاقين كل في مجاله، النادي الأهلي وشركة اتصالات، جاية في وقت اتصالات مصر بتطلق فيه علامة تجارية جديدة، ومن حسن الطالع ان اللون الجديد للعلامة هو اللون الأحمر. ومش بس هي شراكة بين كيانين كبيرين، ولكن هي أيضا شراكة بين كيانين بينهم قيم مشتركة. كلانا في مجالنا بنؤمن إيمان كبير بالعمل الجاد لإطفاء السعادة وإثراء حياة الناس. النادي الأهلي في المجال الرياضي بشكل عام وخصوصا في كرة القدم، ولكن دور كبير في إثراء الحياة الرياضية في مصر وبمختلف الأنشطة. وشركة اتصالات مصر بمهمتها إن هي تقدم خدمات لتثري حياة الناس في عالم متغير. التغير والتقدم إلى الأمام هو سمة الحياة واللي احنا بنؤمن بيها في اتصالات مصر، وبنؤمن كمان بأهمية دورنا إن الخدمة اللي احنا بنقدمها يبقى ليها دور في إثراء حياة الناس. فهذا التوافق في القيم بيفرق معانا احنا جدا، وبيسعدنا وبيؤكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط.